خمس سنوات منذ أن قال التحالف أنه تدخل عسكريا في اليمن لاستعادة الشرعية وإنهاء انقلاب الحوثيين، فأين هو موقع الحوثيين اليوم بعد نصف عقد من الحرب؟ يستطيع المتابع العادي للشأن اليمني أن يلحظ أن قوة الحوثيين أصبحت اليوم أكبر منها لحظة انطلاق ما سمي بعاصفة الحزم. فما تقوله الأرقام والحقائق يشير إلى أن الحوثيين أصبحوا يمتلكون ترسانة صواريخ متطورة وصلت إلى العمق السعودي أكثر من مرة. أما على المستوى الداخلي فقد انتقلت الميليشيا من موقع الدفاع إلى موقع الهجوم لتستولي مرة أخرى على كثير مما استعاده الجيش الوطني في العام الأول من الحرب. وفي حين بقي الجيش الوطني عاثراً يعاني عجزاً في التسليح بفعل سياسات التحالف، استمرت إيران في تهريب السلاح لميليشيا الحوثي وتطوير قدراتها العسكرية ومنظومة الصواريخ على وجه التحديد، حتى بدا الحوثي هو الطرف الأقوى في المشهد اليمني. وبعيداً عن جبهات القتال، تمكنت ميليشيا الحوثي من تعزيز قبضتها على المناطق الواقعة تحت سيطرتها، مخضعة المزيد من فئات المجتمع عبر العنف المفرط، بالتزامن مع تجاهل تام لمطالب السكان واحتياجاتهم بما فيها رواتب الموظفين. تعامل المجتمع الدولي مع ميليشيا الحوثي يثير تساؤلات كثيرة حول التزامه بالمرجعيات والقرارات الدولية الصادرة بشأن اليمن، فيما ظل ثلاثة مبعوثين أمميين يراوحون مكانهم بلا طائل من وراء مهمتهم. شهد العام الخامس تحولاً واضحاً في خطاب الرياض الرسمي تجاه ميليشيا الحوثي، فبينما كانت الرياض تتحدث في 2015 عن إنهاء الانقلاب والقضاء على التمرد، أصبحت اليوم ترى الحوثيين جزءاً من المجتمع اليمني يحق لهم المشاركة في حكم اليمن وتقرير مستقبله. يأتي هذا التحول مترافقاً مع الكشف عن مباحثات أجراها مسؤولون سعوديون كبار مع قيادات حوثية في أكثر من عاصمة. إذن لم تعد ميليشيا الحوثي هي الخصم الأول للسعودية، يؤكد ذلك ما حدث مؤخراً في الجوف ونهم، وحالياً ما يحدث في صرواح، وقبلها طرد الحكومة من عدن في أغسطس الماضي أمام مرأى ومسمع الرياض. تعاظمت سلطة ميليشيا الحوثي خلال الأعوام الخمسة الماضية حتى أنها لتبدو في بعض الأحيان وكأنها غير قابلة للانكسار، إلا أن الحقيقة تشير دوماً ومنذ العام الأول للحرب أن قوة الحوثيين ليست سوى انعكاس لضعف الشرعية وانحراف أهداف التحالف.